بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، طبعا احنا قدمنا في الحلقات السابقة ثلاث نماذج من القضايا التي تم تناول تقرير الطب الشرعي فيها، وتكلمنا عن بطلانه وأثبتنا بطلان هذه التقارير من داخل التقارير ذاتها، بمعنى ان احنا قلنا هذه التقارير لا يمكن أن تصلح أن تكون دليلا فنيا وفقا للمتعارف عليه وفقا لمبادئ الطب الشرعي التي قلنا لكم بأننا أثبتناها بالبحث في ذلك، وقلنا بأننا فعلنا ذلك لماذا؟ لأن الدليل وضع في يد المحكمة بعد التعديلات الإجرائية في 2015، جعلت التعديلات الإجرائية الدليل مطلقه في يد المحكمة. طبعا كان قبل 2015 كان طلب الدفاع أو إصراره على شاهد الإثبات أو تقرير الطبيب الشرعي أو أي إجراء جوهري هو يعتقد بذلك، كان هذا يبطل الحكم طبعا للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذا ما تم تجاهل طلب الدفاع في ذلك. ولكن بعد التعديلات الإجرائية أصبحت تسمع من المحكمة الجنائية أو الدائرة الجنائية التي تقف أمامها في قضيتك التي تتناول الدفاع فيها بالقول اترافع يا أستاذ، والمحكمة هتشوف إذا كان ممكن أنها تندب بالطبيب الشرعي أو تجيب الشاهد أو كده قبل ما تفصل في الدعوة. طبعا هي قائمة على تحقيق العدالة ولها ذلك، والبعض يشتكي في ذلك ويقرر بأن ذلك تعسف من القضاء مثلا أو من المحكمة في حقوق الدفاع. لا، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى بهذا المسمى، لأن مطلق الأمر وضع من قبل المشرع في يد المحكمة. يعني المشرع هو اللي أعطى للمحكمة سلطة قبول استدعاء الخبير الطبيب الشرعي لمناقشته أو استدعاء الشاهد أيضا شاهد الإثبات لمناقشته من عدمه. وبالتالي هنا المحكمة بيبقى بس مجرد أن عبئها كبير، يعني الدفاع بيحاول أن يفند دعواء أمام المحكمة وصولا إلى وجه الحق الذي هو مبتغى الدفاع ومبتغى النيابة العامة ومبتغى القضاء الذي ينظر الواقع. ولكن هذا ما حدث من التعديلات الإجرائية الذي جعل المحكمة تقول ترافع وأنها سترى ذلك. قمنا بإعطاء النماذج السابقة لتوضيح أن تقارير الطب الشرعي لا تعجزك، ولكن يمكنك القيام بالبحث بها بأنك مطالب بذلك وبدراسة نواحي الطب الشرعي لأنك تتعامل في قضايا النفس وهي مرتبطة بها، وعليك أن تقوم ببحث مستفيض وتوضح للمحكمة هذا واجبك أيضا إن تعذر عليك الوسائل المساعدة كما قلنا باستدعاء الطبيب الشرعي أو استدعاء الشاهد. عليك أن تفند هذه الأدلة بنفسك لمحكمتك حتى تصل إلى وجه الحق في دعواك وإلى مبتغاك فيها. بعد مرور هذه النماذج التي قلنا بأنها قدمناها كنماذج للسادة المحامين الشبان بالطبع طبعا، وذلك لمحاولة وضع المحامي على طريق البحث. يعني احنا بالغاية من الموضوع طبعا ده موضوع الأدلة، ده موضوع جامد جدا لو قعدنا نتكلم فيه لا يمكن أن نستحصي أحكام النقد الصادرة فيه، ولا يمكن أن نستحصي موضوعاته كاملة أو نحصي موضوعاته كاملة، ولكن يمكننا أن نضرب النماذج والأمثلة من خلالها، وذلك لوضع المحامي على كيفية البحث وصولا إلى مبتغاه في دعواه. احنا تكلمنا الاول عن تقارير الطبيه وتقرير الطب الشرعي، وذلك لمحاوله تفنيد هذه التقارير بناحيه علميه بحته بعيدا عن الاحكام وبعيدا عن نصوص القانون، ولكن كيف تقوم بتفنيد الدليل الفني هنا بطريقه علميه ومن واقع دراسه الطب الشرعي نفسها التي تتيح لك ذلك ولا تستعصي عليك. بعد ذلك أيضا بقى سنقوم بوزن هذا الدليل وهو تقرير الطب الشرعي في ميزان القضاء. يعني احنا قدمنا النماذج في الحلقات السابقة، وكل حلقة كما قلنا عشان نربط الجانب العملي قدمنا الجزء من المرافعة المرتبط بهذا التأصيل لتوضيح كيف كان دفاع المتهم في ذلك الأمر وكيف تناول الدفاع تقرير الطب الشرعي على هذا النحو الذي قدمه في المرافعة، وأوضحنا لك كيفية التناول حتى يكون ذلك أنموذجا لك يمكنك أن تستعين به في مستقبل حياتك أو المهنية إن شاء الله، وحتى يكون دفاعك منتج أمام المحكمة التي تقوم بالدفاع أمامها. ميزان بقى التقرير الطب الشرعي في ميزان القضاء،
وميزان التقارير الطبية كلها في ميزان القضاء. التقرير سواء تقرير الطب الشرعي أو التقرير المبدئي الذي يحرر من مستشفى الاستقبال الأولي، هذه التقارير جامعة تعد دليل إصابة وليس دليل إدانة، بمعنى أنه يثبت إصابة المجني عليه الذي ذهب إلى المستشفى وأثبت أنه مصاب، ولا يمكن أن يكون دليل إدانة بالنسبة للمتهم إلا إذا كان هناك في الأدلة ما يرشح لصحة ما أثبت في هذا التقرير من وقائع مرضية طبعا أو وقائع إصابية أثبتها من قام بتحرير التقرير على النحو الذي تم به. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو فإننا نقول بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التقرير الطبي وحده دليلا لإدانة المتهم. إذن قلنا لابد من أن يكون هناك إثبات في الدعوة، هذا الإثبات لابد أن يساند التقرير الطبي لكي تبلغ المحكمة مبلغ الإدانة. ولذلك أكدت أحكام النقض أيضا عليه على أن التحريات إذا ما وجدت وقالت بالإصابة المروي عنها بتقرير الطب الشرعي أو بالتقرير الطبي، وكانت التحريات وحدها هي التي بالأوراق تساند هذا التقرير، فإن قضاء المحكمة بالإدانة لا يعدو إلا أنه قام بالقضاء على أساس التحريات، والتحريات ليست دليل لأنها كما قلنا أو كما يقال عنها هي رأي لمجريها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ليست قرينة حتى عينية أو قرينة واقع في الدعوة، ولكنها عبارة عن قرينة شخصية ينسب القول فيها لمن أجراها، وبالتالي أيضا هي تحتمل، هو الرأي فيها يحتمل صحة وبطلانا وصدقا وكذبا، فلا يمكن، والأدلة في المواد الجنائية أدلة لابد أن تبنى على الجزم واليقين، فمن هنا كان هذا الرأي طالما كان جدليا ومحل فرض وأخذ ورأي فلا يمكن أن تبني عليه المحكمة حكمها كما قلنا، وبالتالي لا يمكن أن تكون التحريات مع تقرير الطب الشرعي أو تقرير الطبي تصلح أساسا للإدانة وحدها، لابد أن يكون هناك شاهد في الأوراق. طيب إذا ما كان المجني عليه قد قرر بأقواله في تحقيقات النيابة العامة أو قرر في محضر جمع الاستدلالات في قضايا جنح الضرب، فإنه في هذه الحالة أيضا المجني عليه يدرج في قائمة الثبوت كشاهد إثبات، وللمحكمة بالطبع إذا ما استقر في يقينها صحة أقوال المجني عليه وتساندت معها إلى التقرير الطبي يمكنها أن تقطع بالإدانة. طيب ما هو الأمر إذا ما قلنا لما قدمنا سلفا أن التحريات لا تصلح لمساندة التقرير وحدها؟ لو أن المجني عليه مثلا قال أن من قام بطعني طعنني من الخلف ولم أراه، وجاءت التحريات تقول بأن فلان هو الذي قام بطعنه، دون أن يتساند في ذلك مع شاهد للإثبات ودون أن يتيقن المجني عليه ويقر بما قرته التحريات، فإذن هنا أصبح التحريات وحدها هي التي في الدعوة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما قرت المحكمة بالإدانة، فإنه والحال هكذا بالنسبة لهذه الواقعة تقوم المحكمة بالإدانة استنادا على التحريات، وقلنا أن التحريات وحدها هنا لا تكفي لكي تنهض بحكم الإدانة لأنها مجرد قرينة، وقرينة شخصية لا بد أن يتساند إليها دليل أو تتساند إلى دليل في الأوراق. هذا من ناحية التقرير. من ناحية أخرى أيضا في ميزان القضاء، هل المحكمة يمكنها المفاضلة بين التقرير الطبي الشرعي وتقرير استشاري قدم لها من المتهم عن الحالة أو قدم لها من أي من أطراف الدعوة عن الحالة؟ بالطبع هنا أيضا المحكمة مخيرة في القبول بتقرير الطب الشرعي أو التقرير الاستشاري، ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الواقع قد وضحت لها من خلال أي من التقريرين الذي تساندت إليه في حكمها. يبقى ده بالنسبة للمفضلة بين تقرير استشاري وتقرير طب شرعي وحق المحكمة في الأخذ بما ترتاح إليه من التقريرين المرفقين أو المقدمين في الدعوة. طيب هل المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء السيد الطبيب الشرعي لمناقشته أو إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته؟ هنا أيضا نقول بأن ذلك أيضا لا معقب على المحكمة، إن هي قررت بأن الواقعة قد وضحت لها من خلال ما طرح عليها من تقرير السيد الطبيب الشرعي في الدعوة،
وقررت أو ارتأت بأنه لا حاجة لاستدعاء الطبيب الشرعي، فإذا ما أثبت الطلب في هذه الحالة لا بد أن يقال بأن للمحكمة سلطتها الكاملة على الدليل ولا تسريب عليها إن قررت بأن الواقعة وضحت لديها، طالما أنها أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها الثابت بالأوراق كما قررت الأحكام وكما تعلمنا منها. إذن حق ندب الطبيب استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين هذا أو ذاك، للمحكمة حرية ومطلق التقدير في إجابة الدفاع إلى ذلك أو رفض هذا الطلب إذا ما وضحت الواقعة أمامها. طيب إذن ماذا يقال إذا ما كان هناك مثلا أمر للواقعة يعد مثلا من المسائل الفنية؟ هل المحكمة تستطيع أن تجزم بما لم يجزم تجزم به تقارير الخبراء أو يجزم به تقرير الخبير في الدعوة؟ تستطيع المحكمة أن تجزم وتقطع بما لم يقطع به تقرير الخبير، وهنا كما نتكلم عن تقرير الطبيب الشرعي، تستطيع أن تجزم. ولكن في أي المحكمة لا يمكنها أن تجزم بالواقعة من الناحية الفنية البحتة، بمعنى أن المحكمة ما تقدرش تتناول تحديد طبيعة الإصابة. إذا ما كانت الإصابة طعنية أو ردية أو نارية مثلا وتم تجهيل ذلك أمامها في الواقعة، فإننا نقول في هذه الحالة لابد أن يكون الرأي رأيا فنيا، ولابد أن ترجع المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي أو إلى الطب الشرعي في استدعائه للكشف عن هذا الأمر ولبحث هذا الأمر واستجلائه. ولكن المحكمة أيضا إذا ما كان ذلك لا يمكنها أن تقطع بطبيعة الإصابة في المجني عليه أو عدد الطعنات في المجني عليه أيضا إذا ما كان ذلك فيه تجهيل حتى يحدد الإصابة التي أدت إلى الوفاة أو أدت إلى العاهة المستديمة مثلا، فإنه في هذه الحالة أيضا إن للمحكمة في هذه الحالة أن لابد أن تتساند إلى تقرير طبيب شرعي حتى تقطع في هذه المسائل الفنية. ولكن المحكمة يمكنها أن تقطع مثلا بزمن الوفاة أو زمن حدوث الواقعة من خلال شتى العناصر التي طرحت عليها، وهنا أيضا وإن كانت هذه مسألة فنية إلا أن للمحكمة لها سلطان في تحديدها ولا تسريب عليها إن هي قطعت بما لم تقطع به يقطع به تقرير الخبير في تحديد زمن الوفاة أو زمن الواقعة، كما قلنا أو كما قلنا في هذا البند الذي قلنا بأن للمحكمة كامل السلطان على التقرير والدليل الفني ولها أن تقطع بما لم تقطع به تقارير الخبراء. إذن في كل ذلك لابد أن يتابع أنت أيضا بعد النماذج التي قدمت، وقدمنا لك نماذج من أحكام النقد في تقارير الطب الشرعي التي تناولتها في ميزان القضاء على نحو يساعدك في تحديد دفاعك في مثل هذه القضايا. إذن عليك بمراجعة نصوص القانون كما أسلفنا في صدر هذه الحلقات، وعليك أن تتابع أحكام النقد التي جاءت وجاءت سرية في هذا الأمر لكي تجعل لك لديك من العلم ما يمكنك من إبداء دفاعك وإبدائه بحسن أداء أمام محكمتك وتناول دفاعك أمام المحكمة بشكل منتج تستطيع أن تصل به إلى مبلغك في هذه الدعوة. وفي نهاية الدليل وهو التقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي أشكر لكم طبعا حسن الاستماع والمتابعة، وإلى أن ألتقيكم على خير الله وبركاته في استكمال سلسلة الأدلة أشكر لكم شكرا جزيلا. وجود جهاز داعم معدني بين قوسين سيده هو لا انت هتجيب النتيجه في 6/3/2014 والاطلاع على الأوراق الطبية تبين وجود كسر غير تام الالتحام
ومتراكب ومتراكب بعظام الساق اليمنى مع تأثر الساق اليمنى مع تأثر عضل، وهو ما يعد عاهة مستديمة مؤثرة على حركة الساق اليمنى، ونقدر نسبتها لحوالي 22%. بالتالي وده ما ينتهي ليك تقليل الصح الناس عليه هو ما يجي من الدفاع عنه وده ثاني تصدق وده الأسئلة المخصصة المخصوصة أليس أن الخطوع ترك المبني عليه إلى اليوم الثاني من حدوث الإصابة التي ألمت به وهي كما ثابت ادعاء طوق ناس الساق دون أليس من الخطورة ترك المبني عليه إلى اليوم الثاني من الخطورة ترك المبني عليه دون أي إسعافات أو تدخلات تقرية أو تدخلات تقرية أو تدخلات تقرية معلش يا فندم ملا احنا ما على جاي طيب هو فندم طبيب ما شاء الله ماشي ماشي ما احنا برضه مش هنا فندم عشان نوضح للمحكمه الوضع بالظبط والمناسبه معلش انا هو قلبك الباطن يعني تكون مستشفى يا فندم هو قصير ان انت قصير ويوم لا لا مش هو فندم هو يعني هو فندم هو قصير في 10/7 11/7 جاي تاريخ دخوله مستشفى معين فمعنى ذلك ولما راح المستشفى الحكومي اللي هو مستشفى رجل الجامعة فندم لما راح رفض ان هو يحرر ليه يتم علاجه وطلب الإحالة للمستشفى لم تحدد الا من معرفته هو ده تاب يعني راجل مصاب بضغط نامي يروح المستشفى فندم وعنده كسر في العظم يروح هناك المستشفى وبعدين يطلب عدم علاجه ويطلب الإحالة لمستشفى تانية طب ما تمش في نفس الوقت ده راح اليوم التاني انا بوضحها يا فندم عشان هو طلب توضيح ان صح ما جاء السؤال من ترك المبني عليه لمدة يوم كامل أي إسعافات أولية أو تدخلات علاجية فإن ذلك قد يؤثر على الدورة الدموية بالطرف السفلي المصاب هو معرفة ماشي لا تكون مورايا يعني حتى بجات وصلت تاني هو حتى من هذا المعلومات ده على السؤال الثاني هو 17 شمال هو ده 10 شمال ده بيقول لك حلو مش طول ولا لا ممكن ترجح تجاوز ما يبص حاجه زي حاجه طبيه حاجه طبيه هو عايز يشوف يعني اللغه الطبيه ماشي بس ده اللغه الطبيه ماشي اللغه الطبيه في سؤال ثاني وخلص الإجابة حدوث قصور الدورة الدموية متأخر وماذا لو أن المريض أن المصاب في هذه الحالة لم يكن مطعم تطعيم ضد مرض الكتب يعني هو مثلا مش مطعم لا أنت مشكلة تعمل مشكلة في العضلات ما يتبش يوم يا فندم
سؤال ايه؟ يعني الان لو كان المجن عليه ماذا لو قلنا؟ ماذا لو كان المجن عليه غير المطاعم او غير متنقي لمصر ايه؟ لمصر الكتن لمصر ايه؟ او يسمى لفظ ثاني الكذاب اي مصر لبي اخر وماذا تأثير ذلك على الحالة ان كان كثرها والحالة وماذا تأثير ذلك على الحالة او على الإصابة وما التلوث عشان ما اسالش السؤال ثاني وما مدى التلوث الذي يحدثه العيار الناري العيار الناري اللي اخترق الجسم لا انت كده بالتلوث لا يا فندم ممكن يحدث التلوث قال ممكن يحدث التلوث من عدم ماشي يا فندم لا هو يقول لي برده مش هيحتار الشيخ ده لا يا فندم بيجاوب يا معالي وهل يمكن حدوث تلوث نتيجه هل يمكن حدوث تلوث من ذلك من عدم للاصابه هل يمكن حدوث تلوث الإصابة في تلك الحالة من عدمها؟ خليك معايا وهل يمكن حدوث تلوث من جراء ذلك من الإصابة أو الموضع التلوث من عدمه؟ يبقى عندنا دلوقتي سؤالين من شقين الشق الأولاني مدى تأثير لما كانش حاضر مصر؟ ومدى تأثير عدم يعني تعطيه المط لوجود تلوثات في الجسم اللي هو التسمم اللي بيقولوا كده ان مص التتنس لو انا بقول لك على فرض لو ما تلقاش المط ان مص التتنس يكون ضروريا فقط في حاله الجروح المفتوحه بادوات ملوثة ومساحة كبيرة وكمثل حالة المبني عليه فإننا تبينا وجود أسرتي التئام أسرتي التئام أسرة يعني أسرة التئام أسرة نتيجة عن دخول وخروج الطلق الناري يعني بعد ما دخل حصل التئام يعني أثر الطلق الناري دون وجود روح مفتوح وثابت علميا أن الجروح النتيجة عن دخول وخروج ومرور الأعيرة النارية تكون نسبة التلوث فيها قليلة جدا وذلك يرجع لدرجة الحرارة العالية المخلوط الناري مما يقلل التلوث ما خصائص فتحة دخول المخزون وكان حاجه في الفتره دي كان لما ماشي فندم احنا مش عايزين نتطرق لا والله مش هتطرق تفضل تاني خلاص انت في الجزئيه بتاع والله فندم انا وانا طبعا عشان نثبت اذا كان في بدل اللي طبعا حصلت بالتصوير الوارد ولا لا ماشي ما هو فتح يا فندم بريء ما هو هيلف سؤال بسيط جدا اتفضل فتحه الخروج وفتحه الدخول وقول لنا هل تتساوى قطر فتح الدخول المخزون الناري مع قطر فتح الخروج تتساوى الفتحتين يا فندم هل يتساوى فتحة الدخول مع فتحة الخروج؟ ماشي انت حضرتك من غير طبيب يا فندم يعني ربنا يعز حضرتك معايا المحكمة يا فندم تقضي بما تعلم من معلومات عامة والله كل دي معلومات على فكرة انا استفدت من معلومات عن الطب الشرعي عشان اسأل صححها بس ده للطبيب صححها لا يا فندم ده هو هيجاوب لنا هيقول لنا ان شاء الله ما احنا انا معايا برضه مجال من الطب الشرعي هقدم عرض على المحكمة السؤال هل
يتساوى قطر فتح الدخول المقذوف المالي مع قطر فتح خروجه، ام ايهما اصغر من الاخر او اكبر من الاخر؟ الدخول عن قطر قطر الخروج لا هو حالة لا هو بيتر عن قطعة مو في الحالة دي برضه كان بيت حالة من ضمن الحالات هو ده كان مقرر خارج بيمشي ده كان مقرر سؤال عام يعني بصفة عامة من الثابت علميا أن قطر فتح الخروج في بعض الحالات قد يكون أكبر قليلاً من قطر فتح الدخول، ولكن ذلك يختلف باختلاف نوع العيار المالي ومكان باختلاف نوع المقذوف او العيار المالي ومكان الإصابة مكان الإصابة في حالات وحالات في أسئلة في مسؤولة الإصابة لو احنا بنقطع الحاله دي انا يعني انا في اوضه الزام دائريه كذا اوضه الزام دائريه كذا بس ما قلتش ان في دكتور ولا في دكتور لان حضرتك انا كشفت على المبني عليه في 25/8 وهي الاصابه كانت في 10/7 ولذلك في كلمه اكيد مع معالي صرفه في العلوم الطب الشرعي اللي هي تغيرت المعالم الاصابيه نتيجه التدخلات الجراحيه لا نسمع بس يا فندم شو بعد اذن معلم شو قال عليهم ايه شو الوقع شو الوقع المحكمة لا تطمئن ولا تطمئن